اي بي جيمنج وفيديو جديد، فيديو جديد يا شباب. انا الصراحه متفاجئ جدا من التفاعل بتاعكم الاسطوري على ماب الكنيش المرعب. بصراحه انتوا حبيتوها وباين كده انتوا بتعشقوا الماب دي، وانا ما اعرفش ولا ايه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو بتعشقوا الماب دي وصلوا الفيديو ده ل100 لايك. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ويلا بينا يا شباب نلعب ونشوف ايه نصيبنا بقى. يعني انا هنزل ايه اللي هيحصل دلوقتي عشان انا مش عارف حاجه، فانا خايف بصراحه. ايه ده ايه ده؟ وفي المفروض انا انزل يا شباب، عايز انزل. هلا هلا، كيف حالكم؟ المفروض ان انا عايز انزل، يعني بعد اذنكم ممكن تنزلوني؟ نزلوني. عايز انزل. طيب خلاص، احنا نرستر اللعبة عشان عايز انزل صراحة. يلا بينا يا شباب، هو ده الكلام. يلا اخيرا بقى بدأنا، هو ده الكلام. اوعى بقى في الماب الجديده والخريطه الاسطوريه دي، يعني المشكله اللي يا شباب اللي هي صعبه شويه، يعني فيها حوارات كتير. يلا بقى يا عم. ده بيقول لنا عن الحاجات الجديده. ما قاعد بيشرح لي يا عم. يلا يلا بالله عليك يا عم، انا لعبتها مره. اوعى سكين سكنت سكينة الايس كريم الاسطورية. ولع ولع يا لهوي، بيج ورانا، بيج جاي جاي جاي. انت فوق ولا تحت؟ طب يلا يلا بينا تحت. انت فين؟ انا جايبه عندنا اهو، بص فوق اهو. السلام عليكم ايها الكنيش المرعب، كيف هو فين؟ والله لو نزلت لي اطلع اجر عادي. السلام عليكم ايها السلام. ايه ده، انت بتهزر معانا ولا ايه؟ يا عم بالله عليك، لا لا لا. الفكره يا شباب دلوقتي احنا هنقعد نجري منه. طب عايزين نعدي الغاز، نعمل اي حاجه كده. اهو الباب كده، انا ماشي. هنا احمر، عايزين لون احمر، مفتاح لونه احمر. بص اوه عاش قوي. يا لهوي دلوقتي لو الكنيش قابلنا احلى مسا علينا، احنا متنا. هنعدي من هنا ماشي. هو ايه ده بقى؟ طب ناخد ايه من هنا؟ خدتين حاجه مهمه؟ ايه ده قاعدين بيفتحوا كل البيبان؟ المفتاح الاحمر ده اتخضيت. ايه ده؟ عاش البت ده، شباب محترفة جدا، لازم نمشي وراها، لازم نحميها يا شباب. واو ايه ده البت دي؟ اوه ايه ده الاحتراف؟ باب لون ايه ده؟ ده لون اخضر. دي محترفة على فكرة جدا، عاش قوي. عاش يا شباب، اول مره اكسب في الماب الاسطوريه دي الصراحه. اوعى في خناق ما بينهم. ما هو واضح ان احنا هنكسب، يعني باين عليها محترف. ايه ده انا مش فاهم حاجه. ايه ده ايه ده؟ بدأ اخضر. ايه ده بتعمل ايه بقى؟ عايز تعمل ايه؟ ايه ده؟ لقيت المفتاح ده اورنج، نحاول يمكن نحتاجه كده. طيب لا، هو ايه الباب ده يا شباب اللي بيفتح؟ الباب ده انا عارفه يا شباب. ماشي، هو الكنيش ماله؟ في حد تقريبا تحت قاعد بيزاوله، قاعد بيلعب معاه تقريبا استغمايه. اوه جاي لي جاي لي جاي الكنيش يا حبيبي، احذري. اوه جاي لي جاي لي جاي لي الكنيش ده، هو جاي لي. هجيبوا عندكم كلكم اهو. قفل الباب، خش خش بسرعه خش بسرعه. طب نعمل ايه؟ نروح فين؟ تعالى اهو اقفل الباب اهو. عاش بسرعه، عاش جدا عاش جدا يا اختي. يلا بينا، المفروض بقى نعمل ايه؟ عايزين نساعدهم. انا بحاول. اوه كنيش. يا لهوي عليا، مت بطريقه بشعه مش متوقع. مت انت كمان؟ اوه انا اتفاجئت والله، والله مش عارف ازاي. يلا عادي يا شباب عادي، ان شاء الله هم يكسبوا، ان شاء الله يا شباب هم يكسبوا. المشكله اللي المكان ده صعب وجديد عليا، انا مش فاهم في حاجه. اوه ده حاطط ترابات، الكنيش حاطط ترابات. يلا اجري بسرعة، مستنيه. ايه اجري،
نطي نطي بسرعة. يا لهوي بسرعة بسرعة. اهو ايه ده سبحان الله، ده هنا جه ازاي؟ عارف واحد من السربية تحت، شفتي شفتيها؟ مش ممكن يموتها كده؟ يا لهوي موتها، موت اللي بره. عبود الحاجة في اه هي دي بس. اوه دي بس، يا نهار اب. حبيبي يا طارق، هلا هلا. طب دي مش ناوية تطلع ليه؟ اكيد خايفة طبعا من الكنش، شوفوا عاملة ازاي، مرعوبة يا عيني من الكنشنش. لما نشوف ده عامل ازاي، بص بص، يا لهو على الرعب، يا لهو على الرعب، يا لهو على الرعب. يا نهار ابيض، ده في حد نزل. اه ده طارق نزل. اوباه، شوف شوفوا، مش هيسيبها. اوه بيحاول يجيبها يا شباب، وجابها. اوه نط، بس نطه وجابها يا شباب، جابها. مش باقي واحد بس لسه نازل، وهو طارق خالد. يا نهار ابيض، احذر عم طارق. يا لهوي ده مسك في التراب ولا ايه؟ ماشي بطيء جدا، ولا هو ماشي كده غريب او ماشي بطيء؟ لا ماشي عجيب. ايه ده؟ السلام عليكم. يا نهار ابيض، كنا كلنا، يا لهوي كسحنا كلنا. يلا عادي يا شباب، ان شاء الله نكسب الجيم الجاي. يلا بينا يا شباب. هو في حد عايش تاني ولا ايه؟ لا ما فيش حد عايش تاني. المفروض بقى يبقى كده خلاص، ولا لازم نستنى الوقت؟ اوه نستنى 4 دقايق بحالهم. لا مش هينفع كده يا شباب، يلا بينا يا شباب وندخل جيم تاني بقى. هوبا بقى وندوس بلاي، ويا ترى مين هيبقى الكنيش المر؟ يا رب غنى، يا رب. اوعى الاماكن. نختار الهارد يا شباب، يلا نختار لي اخر حاجه. شابتر 7، شابتر 7 ده يا شباب اسطوري والله، حلو. لا لا حلو، شابتر 7، شابتر 7 والله. يا لهوي اخترت يا شباب بلاير يا شباب، عشان انا بقى لما اكون بلاير هخرب الدنيا. لو انا بس مش هسيبك، اوه وهقابل واموت كله عشان اخد فلوس واشتري الشخصيه الجديده. اوه ولع الدنيا. ايه ده في باص يا ترى مين؟ اكيد كده مش انا، ولا انا ولا اي حد. لا صح ماشي. يا لو شباب، لو انا ينفع اكون معايا مثلا سكينه اودي الكنشدش على طول كده. سلام، ما اسطوره. واحنا نزلنا في مكان ايه صح؟ ايه هو احنا يا المكان ده اول مره لعبت فيه، ما كنتش عارف ايه الكنشنش ده اصلا، ده اول مكان لعبت فيه فعلا. يلا يا حبيبي عايزين نكسب، يلا ما اقول ان شاء الله نكسب. يلا بينا يا شباب بدعمكم الجميل ده ولايكاتكم الاسطوريه. يلا وصل الفيديو 100 لايك، ويلا بينا يا شباب عشان عايزين حالا نكسب. ايه ده مفيش هنا اي حاجه؟ بس واخدها ده ماشي. يلا يا شباب ندور، ما ينفعش هنا نفتح. ايه او باكون از ذات يو؟ ماشي يا عم الكنشنش، هو لازم اكون معايا دي. طيب ماشي، واحده 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 واحده. ايه ده الاخضر خدتيه صح؟ مش محتاج، مش هتحتاجوه صح؟ ينفع هنا تقريبا نفتح اللي هنا بسرعة. هو معرفش هو هينزل تحت ولا ايه؟ يا لهوي أول مرة أشوف المكان ده. أوه حلو أوي، بس هنا الأخضر. احنا عايزين نشوف مفاتيح تانية عشان مش لاقي الأزرق أهو. ايه فاهم، مش هو ده اللون الأزرق؟ يا لهوي ايه ده، افتكرت اللون الأزرق والله. معلش اوه يلا بسرعه بسرعه، فين اللزق؟ انا معايا دلوقتي حالا اللون اللزق. هو فوق يا شباب، فوق لتحت، انا شايفه فوق تقريبا. انا عارف انه تحت الباب الاحمر، انا عايز اشوف الباب الاحمر. فتحته لسه فتحته. يا لا الباب الاحمر ما فتحتهوش، انا شايف جاي لي قدامي والله. لا اوه الحمام، انا خدت المفتاح بتاع اليو اس بي. ماشي اوه ده جاي لي. يا لهوي نط من الحمام. ايه ده، وفي الحمام؟ لا
لا ما خدتش بالي. اوه يا شباب، دورة حسيني كده تقريبا مفيش غيرك ولا ايه؟ لا انت واختها، انت وطارق ومين تاني؟ بس يا لهوي. طب يلا يا شباب حاولوا تفوزوا، حاولوا تفوزوا. انت متي يا لهوي، انا مش اوه يا لهوي، يا نهار ابيض يا جدعان. اه صح، هو مفيش غيرها بتبقى تكلشنش ولا ايه؟ والله مش مصدق يا شباب، يا انا قلت بقى نفسي اكسب بقى. اهو يا شباب ده اهو، كانش شايز نقطة دلوقتي. يعني يا راجل بتعمل ايه يا راجل؟ بتمشي فين طيب؟ حاول تحل الغاز بدل ما انت بتمشي كده. تعالى نقول له حل الغاز، حل يا جدع الغاز، مينفعش. يلا يا عمي اهو يا شباب، باقي 7 دقايق. اخر حاجة شاف في الماب دي الصراحة اللي مش عاجبين اوبا، وشافه اخر حاجة اللي هو مش يا لهوي ده جه بسرعة اوي. بص تحس طيب بيمشي ببطء اوي، مش عارف ليه يا شباب. اوه الفكرة شباب، اللي اول مثلا ما يعني كانشنش بيموت كله، اوه موته اول يا شباب ما كانش بيموت. ايه ده المرة اخيرا طلع على طول، لسه اقول يا شباب اللي هو بيقعد كتير لحد دلوقتي ما يخلص. يلا بينا يا شباب بلاي اخيرا. يلا يا شباب نلعب اخر جيم. ادي طارق قال لا، يلا عايزين بقى نكسب. تعال نختار هارد شابتر 7. يلا طيب شابتر 7 يا شباب. يلا شابتر 7، شابتر 7 يا شباب. يلا بلاير يا رب بقى. انا ايه ده، ده مفيش غير احنا الثلاثة. ايه في ده، امال ده بدلك ده ولا ايه يا شباب؟ مش عارف، طب مختفي ولا ايه؟ مين؟ انا كده حاسس، انا حاسس انا ولا انا مش انا؟ اه مش انا صح، مش انا ولا هو كامي. اوه اوعى الزومبي، اوعى الزومبي، انا خايف والله، خايف خايف خايف. هيفتح عينه، شوف هيفتح عينه. اه طن طن اي سي يو. يا لهوي مش انا يا بنت، انا اهو. انت جاب اختي فكان انا هو اكون المتابع. اوه انا اهو. ايه ده، هو ده الواد اللي بيكون على طول ال هلا والله. طب ما يلا بينا بقى، عايزين نحل الغاز بقى. يا نزل يا ماما، هو يموتني يا دل ولا لا؟ ايه موتك؟ لا ابوه هيموتني ولا لا؟ معرفش بقى، احنا نركز ونلعب صح. يا لهوي كل دي مفاتيح شباب عايزينها، ده موضوع كبير بس يلا نقدر. يا مفتاح اخضر، يلا بقى عشان نشوف انا وانت مع بعض. هو مين اللي فتح ده؟ اوه هنقع هنقع. اوبا جنبينا اهو، شفتيه؟ متكنشنيش، انا لسه شايفه اهو. اوه احلى احلى كانيش مرعب. احلى كانيش مرعب. اوه يا عم الكانيش، بروح يا عم الكانيش. هو مش عايز يموتنا حبيبي من متابعين اي بي جيمنج، احلى واحد في الدنيا. ما انا قاعد والله بدور اهو. طب نحاول هنا. لا انا قاعد بدور، انا مش لاقي مفتاح. تخيل بقى مش لاقي مفتاح واحد. ايه ده سبحان الله، لقيته. ازيك يا كانيش؟ عايز اي حاجه؟ طيب انا عايز اي حاجه. لقيت الخشبه بس. تعالى عندي بسرعه، بسرعه وقت، تعالى. اه نحط دي مش عارف بقى ولا اي حاجه. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه، يلا يلا. ده في ناس بتنزل معانا، عاش، في واحد نزل معانا اهو، اسطوري، عاش جدا حبيبي، مش حبيب قلبي، حبيبي والله. ايه يلا بيه، انت فين؟ طب ايه انت اللي معاكي خلاص عملتيها؟ لسه ايه؟ طب ما تطلع اعمليها تحت، هاتيها يا حبيبي. او لا مش هتعرف، صح، انزلي معايا، تعالي معايا. اوه يلا هو موتني.
يا نوتي يا غدار موتك؟ يا غدار، انا ما خدتش بالي، موتني من تحس من مسافه بعيده. صح يا شباب، من مسافه بعيده والله احس من مسافه بعيده. يا بتي الذين يا نوتي، حاولوا بقى تكسبوا بقى، خدوا حقي بقى يا لو خدوا حقي يا شباب. والله ما هسيبكم، والله ما هسيبك. ماشي يا عم، لو انا بقيت الكنيش بعد كده مش هسيبك يا غدار. يلا نقص شوية، يلا نقص شوية. ايه ده؟ اوعى الزومبي، اوعى اوعى الزومبي، اوعى. اوه ايه ده؟ ده ايه ده؟ يبقى انا فهمت كده يا شباب، يعني هنا مكان الزومبي ده فيه كل المفاتيح، انا تحت خالص. بس لازم نفتح طبعا الماب اللي هو قصدي اللون الاحمر، صح؟ نفتح اللون الاحمر. اوه لازم، اوه هيجيبك. اوعى إيه، الواد ده ما كانش هيموت على فكره. عاش. اوه موت واحد، اوه واحد نزل معاه على اللوبي. اوبا بابا، يا نهار. عاش يا دكتور محترف، عاش. تقدري اصلي علي ليك، هو ده الكلام حبيبي. ايه ده؟ اه كتبت من غير قصدي حبيبي. منور يا علاء حبيبي، والله يا علاء منورين كلكم يا شباب. الاورنج والله تقريبا مش فاكر انا سبته فين يا شباب، والله ما عارف. طب اقول لك ايه، تقريبا مش عارف والله فين بالظبط. يا لو اوعى يجي، ولا معايا روحي كده بسرعة، سيبك بقى من المكان ده، أكيد هو عود ده مفتاح تاني. لسه بدي بقى 5 دقايق يعني، لسه بدي. انت قال والله يا حبيبي علاء، احلى علاء في الدنيا، منورني والله. يلا بينا يا شباب، يلا بقى وقت، عايزين نكسب بقى. لا لسه بدي خالص. ايه ده؟ مش انت قفلتيه؟ لازم، مش انت فتحتيه؟ انا استغربت لقيته ايه ده، انا قلت انت مش انت فاتحها، انا استغربت. صح، يبقى لازم تكون معاكم مفتاح الاخضر الازرق الاحمر هنا وهنا، تفتحيه هنا وهنا ولا ايه؟ مش عارف. اوعى الكنيشن مرعب. فتحت من هنا يا رب تلاقيه، يا رب تلاقيه هنا. الاصفر الاحمر، ايه دي؟ الاصفر تقريبا، ما في اللي هي ما اعرفش. شايف اللون الموفي ده؟ اللون الموفي ده في صندوق كده صغير، بس ما اعرفش بقى هو فين. بس هو يا لهوي، اطلع يا سلم، قدامك هنا اهو، وراك وراك. ايوه هنا بسرعه. عاش، انت قلت اكيد اتحبستي. عاش، اتنطت عليه. عاش يا اسطوره، هو ده الكلام يعني. هو ما بيعرفش ينط، صح؟ عايش جدا، عايش. لا لا، والسجماء ايه، عايزين عايزكم تكسبوا بقى والله بقى. يلا يا شباب، عايش جدا، وصل الفيديو ال 100 لايك. طبعا يا شباب انا بصور كل يوم روبلوكس، هصور يعني كل يوم هصور فيديوهين، هيبقى بالليل مثلا على الساعة 10 أو 9. اوعى الكانيشنش، اوعى الكانيشنش، اوعى الكانيشنش. طب شوفي ال طب المفاتيح هي دي مش بتتفتح ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كنت لقيت ايه؟ ايه ده؟ تحت. عشان اسطورة هو كان هنا باين. لا مش هنا، ده اصفر تقريبا. صح، ده لون اصفر. لا ولو انا كنت بلعب معاكم والله يا شباب كنا كسبنا، والله بجد لو كنت بلعب معاكم كنا كسبنا، بس لولا طارق النوتي اللي موتني. بس ماشي عادي يا عم، والله كنا زماننا كسبنا وعدينا. اوه ايه ده؟ يا لهوي، عاش انت. ايه ده؟ مش ايه ده؟ ده اللي هو اوه سهل. يلا ركزي ركزي، احفظيه. اورنج الاورنج عند الجروف، الاورنج عند الجروف، الاورنج عند الجروف. ايه؟ عند الزومبي عشان ما نتسوش. شفتي اهو، شايفه ده؟ قشطه جدا. ايه ده؟
طب عاش قوي يا شباب، بادئ 2:30. جميل جميل، حلو حلو. بلال كينج اليوتيوب، والله انت حبيبي علاء، انت اللي مالك يا زميلي، حبيب قلبي والله، عاش عليكي، عاش يا اختي يا محترفه، نفسي والله اكون معاكي واعدي واكسب. اوه اوعى طارق، ممكن يخضر، خلي بالك ممكن يخضر عشان هو مش عايزنا نكسب. اذا ما غدر بيا بكره ان شاء الله حبايبي والله. تيمور كمان، تيمور نزل، عاش عاش يا تيمور، ساعدهم بسرعة، يلا يا شباب بسرعة، يلا ساعدهم يا تيمور، يا تيمور عايزين نكسب. لا ما هو بقى يعرف ايه، ما هو صح، يجي معاك يجي ويبص كده ويشوف في ايه اللي ناقص ويعمل. يا رب يكون هنا يا رب. يا ترى هو فين؟ يا ترى هو فين؟ ايوه روح هنا، عايش. لا لا ما تركزيش في اللي انت قربت تخسر، ركزي ركزي. هلا هلا. لا بلال، ايه ده، هو ده مين؟ والله افتكرته، والله شبايك كان يشنش الواد ده. والله نفسي اكون معاك، معلش بقى انا اسيب مرجع. يلا تيمور ساعده، ما تيمور هو خايف ليه؟ ما مش ماشي بحاجة اصلا. لا يا شباب مكان فعلا هارد وصعب، ومكان يتوه، مكان فعلا يا شباب يتوه الواحد خالص. ايوه اكيد هنا، اكيد تحت صح ولا ايه؟ عاش جدا يا شباب، يلا قربنا 50 ثانية يا شباب. ايوه ممكن ممكن انت معاك تقريبا ايه؟ نسيت انت معاك مفتاح ايه صراحة. نهار ابيض، انت معاك مفتاح ايه طيب؟ ما الاورنجي، الاورنجي كان فين يا بلال؟ كان فوق ولا كان تحت يا حبيبي؟ كان فين؟ انا فاكر والله بس مش، يا لهوي ازاي طيب؟ أيوة، ايوه 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 لا 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 مش هنا، ده الابيض. احذر احذر، ايه وراك، خلي بالك. اوه 13 ثانية، لو طارق قاعد بيقول هيكسب. لا لا مش لازم، يا شباب عادي بقى، عادي عادي. بوم وخلاص، للأسف خسرنا يا شباب. كان بس كده يا شباب فيديو النهارده، خير اساس ما يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان ينزلوا كل فيديوهات الجيمنج الجايه جديده. بس كده، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.